فيه. احنا بنفهم عليه في تونس معناها طيحوا الاقدار على الاخر ولات شلاك حشاك. اي عليه معناها لبسه وكي اللبسه الكلها. ايوه شريك شلاك معناها علاش ولات بال بهي بالذات اقل قيمتها الماديه. ما يعرفوش اللي تو فهم يعني اللي يجي يلبسها اون بلوس. مره عمرو ذياب قال لك شلاكها في كرتاج تقريبا يجي 1000 دولار ولا 99 عام 99 لازمك تشوف شنو اللي صار فيه. هو قالوا بصنديل لابس يا ولدي عاملوا فيه اللي هو وقتها با إليتي هو يلبس بالقدا معناها و سيتي تري تري على مود لابس السوريه هكا نص يد وكرافات هكا جويده يعني اول مره نشوف كرافات جويده وقتها وهو لابس سروال هكا وصنديل. جات موضه نتاع لي كوستيم مع شليكه عندها كيما جات مع سبيدري والسناء عوده قويه للشليكه لمود على الاخر معناها اكثر اغلى شليكه شريتها قداش سوها؟ لا ما نشريش شليك غاليين برشا. ما تشريش انت شد من 25 دولار 30 دولار لا انا ما انا الحقيقه ما لبستش شليكه كان تو بالعمر ريت وقت اللي واحد يتقدم بالعمر يلوج في حاجه مريحه ارتاح بالنسبه للحوايج نحب الحاجه اللي هي شويه مفخفخه عليا شويه اللبسه نحب حاجه قوم باش ما توجعليش اقدامي معناها العمر يغير لك برشا حاجات. وانتم رجال في الصيف تستعملوا برشا شليك اكثر من سالي. انا شورت في الصيف ارتاح بالشورت على طول الا غالب هذيك. يلا السؤال الله العتابة شنو هي هذا صاحب صوت جبلي هذا هذا شكون جبلي هذا المعلم الكبير هذا وديع الصوت هذا المعلم الكبير به السؤال يقول لا سامحني نتذكروا هو ومحمد جبالي في كارتاج في كارتاج عملوا العتابه طبعا محمد جبالي يطبع بالكدا شوف هي العتابه كيما احنا معناها المقامات التونسيه نتاعنا اي الناس تبدا تحذقها بالكدا التقليدي معناها هما هذيك هي الباز نتاع كل لبناني يلزم يكون ينجم يعمل اما هو وديع الصافي بطبيعه الحال ابداع طبعا مصري شمس الدين وديع الصافي اقوى مصري شمس الدين زاد كيف كيف يلا شكون ملحن هالاغنيه ذي؟ هي هذا موال اي ولكن على العتعود على يغنيها بعض هذايا فريد ولا هو فريد الاطرش فريد الاطرش هو اللحن الوحيد لفريد الاطرش بصوت وديع الصافي مثلت ستينات القرن اللي فات لحظه فارقه في مسيره الفنان اللبناني وديع الصافي خاطر في الفتره ذيك تقابل مع فريد الاطرش وفي اللقاء هذا تفهموا على اعداد لحن يقدموا وديع بصوته بعد ما سبق ان فريد الاطرش تعامل مع اصوات عربيه طربيه كما اغنيه يا دلع الصباح يا وحشني ردي علي لمحرم فؤاد وغيرها من الالحان اتصلوا بالشاعر اللبناني ميشيل طعمه باش يكتب الكلمات وهو اللي قدم على العتعود وحضر فريد في البرايب بطبيعه الحال قدم اللحن الوديع اللي خذا فيه بعين الاعتبار المساحات الصوتيه الهائله لوديع الصافي وقتها بادر وديع باضافه سولو على اله العود للملحن فريد الاطرش تكريما وتقديرا للعطاء الابداعي الكبير لهذا الملحن فريد الاطرش ولد بلاد هم ولد بلاد سي فري فريد مره نسمع في بليغ حمدي انا في انترفيو يحكي على فريد الاطرش انا كنت انا كفريد كنت ديما نقول اللي محمد عبد الوهاب ديما عندي فما دي روبير عبد الوهاب ما نحكيوش عليه لكن اكتشفت اللي فريد حاجه عظيمه ياسر 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 نار بليغ حمدي يحكي عليه معناه يحكي عليه في حكايات اللي نتاع حاجه الالحان زاده في الالحان وي بوليفالون على الاخر حتى في العزف وعمل الحان لاخته ماهمش عاديين طبعا لحن البرشا ناس اون بلوس دو سا يعطيك لحن فريد معناه ياسر يدرس الصوت ويعطيك حاجه زاده في اللحن معناه تخيل هذيك على الله تعود واحده من احسن الاغاني اللي غناهم وديع الصافي على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمي والفرح عايز عايز
كارتاج. محمد بطبيعة الحال ناله شرف كبير انه يرافق وديع الصافي يغني بحذاه وما يتقلقش منه طبعا. ويسمع صوته ويزيد معناها فريمون هذه شهاده وبصمه كبيره. هذه مثلا فكره على كارتاج فكره على برامج مهرجان كارتاج مثلا 99 وديع الصافي القمام. أعطيك فكرة. ما هو كي تضعف الشخصيات اللي تشد بتتر المهرجان ولا الوزير كل شيء يضعف بعض. يولي الوزير يتماشى مع اللي يلزمه يمشي في الشارع على لورك. هو كارتاج مهرجان ثقافي والبعد متاعه معناه يلزمه يكون فني. يجي مرة مثلا حد في انترفيو مع احترامي أنا لمسيرته اللي عملها سي رصاع واللي هو كان مدير مهرجان كارتاج. يجي مثلا في حديث تلفزيوني ولا إذاعي يقولوا مثلا وعليه جبتوا هالمغنية ذي هذا النص الباس معناه ناجح تجاريا ولكنه مهوش في قيمة هالركح وهالمهرجان ذي وعراقته. قالوا ليه ناجح يحبوه الناس. لكن فما فرق بين انه غايات مهرجان كارتاج مش غايات تجاريه، هي غايات فنيه، معناها هو تعمل والدعم فيه الدوله باش ينمي الذوق نورمالمون. وين وقت اللي تجيب القمم راهو ماديا تكون تدخل فلوس دخل فلوس معناها. لا معناها القمم ماعادش متوفرين برشا. كلمه في حق السيد اللي كنت تتكلم عليه، احترامي ليه طبعا. باش نقول لك حاجه، ذوقه عالي برشا. اي وكان تشوفوا قداش يتبع لي جروند ارتيست، معناها ما راهو موش كي اللي مارك اللوطة بالكل. أي يحب أي أي. الموزيكا ويحب الحاجة الراقية، أما راهو مالوريزمون مدير مهرجان كارتاج ولا ما عادش يحكم هو. أي. طبعا ضغوطات معناها ما عندوش. لا ما عادش يحكم هو صدقني. أما أنا نعرفه بالكدا سي مختار. أي طبعا هو اسم كبير سي مختار رصاه، تحياتنا ليه طبعا. مهرجان المدينة. أي أي طبعا. ولكن تحس أنه ماهوش يخدم بالأريحية اللي هو لو كان عنده الاختيار كان يكون مختلف. الحمامات مهرجان الحمامات قد عنده بعد يعني فني ثقافي والناس تجي وكل يوم يلي كومبلي. أي هو يحب يموت عليه. هذوكم يعني يتعداوا في الحمامات اللي عنده تاريخ كبير. والمسرح زاد يتعدى في الحمامات وحافظوا على الشيء هذا بحكم زاد انتيم ويلم ألف متفرج فهمتني. وماهوش عنده بعد يعني ربحي. المشكله فيش انه ولا البعد الربحي يدخل في البعد يطغى. اسمع هو ذا كلامه صحيح. علاش شاد لي خاطر عمناه والحبه على ولد فيروز اسمه رحباني زياد ما حبش يجي لانه البيدجي ما كانش كبير. وسفري راه فما مشكله توا ولكنه جاي في حمامات. لا سامحني سامي، راهو البيدجي معناها حاجه مهمه. اي مهمه الوزاره ولا المهرجان يدفع كل المبالغ اللي كانت قبل. الوغ كو المطربين كما قالت جميله راهو الكبير يرجع فلوسه صحيح. اما باقي ما عادش يحبوا ياخذوا الريسك. يلا حسب منظمه الصحه العالميه من المستحسن الطفل ما يشوفش اكران نتاع تليفون ولا نتاع تابلت قبل سن الخمسة سنين. لا سبعة سنين سبعة ثمانية سنين. عامين. حسب منظمة الصحة العالمية الشاشة تعتبر مضرة وما لازمش الطفل يتعرض لها جملة قبل ما يغلق العامين. ما عندوش الحق في أكثر من ساعة في النهار قدام أن إكران ما بين عامين وخمسة سنين. ساعة مش معناها كي تقلق منه ولا حطه قدام. لا وحتى قدام معناها تابلات ولا يعني تعطي تليفون. تابلات تخاف منه اللي طيحها صغير، اما التلفزيون. اي الهدف من توصيات الوماس هو انه صغير يتعلم العادات الباهيه في العمر هذاك واللي باش يكبر بها بخلاف الامراض والتاثير السلبي على صحته اللي تنتج على الاكران. حسب ارقام 2019 قالت المنظمه اللي اكثر من 30% من الاطفال يعانيوا من مشكله في زياده الوزن والحاجه هذه بسبب القعاد قدام الاكران من غير ما يتحركوا. قال زيدا الصغير اللي يقعد قدام الاكران يبدا عاده باسيف وليزيكران يخليه الانسان يجوع اكثر من العاده وياثروا سلبيا على النوم بما انه الضوء الازرق المنبعث من ليزيكران ما يخليهمش يرقدوا. يعني بيان سور الضوء الازرق يخلي العين ديما محلوله وما ينجمش يرقد الصغير. دونك هذوما كي تشوف كي تقلق منه ولا يلهيك على القضيه وتعطيه تليفون حاجه ماهيش. نقول لك حاجه، انا ما نمشيش لبعيد شوف من الفاميم تاعي. شفت عامين كمل عرفهم الكل.
نجم حتى يوتيوب تيلي شارجي جو ولي جو الدنيا الكل. دونك احنا نقولوا قبل عامين ما تمدلوش تليفون، هو عامين صاي تعلمهم. ما بعرفلكش ولدي ستوري مره ديما هذوكم كل يبعث لي ستوري للعباد فهمتني وكذا يهز ويطلبوا وكذا. مره لقيته طالب صاحبي صبري في ما في في كان يحكي قداش عمره بالسكايب 4 سنين اما بعد نحيته لازم يحكي هو ايه بس هو يحكي الاخر يحكي قال لي فيك الخير ولدك فيه الخير انت طلبني انت ما طلبتنيش تحيه لصبري صدق. اون توكا يعني لي زيكرون عندهم معناها صغار ينجموا يكونوا في سورتو في الصيف ينجموا يتلهوا في حاجات معناها تشركهم معاك في حاجات معناها في الكوجينه تعطيهم يقراوا كتب حاجه باهيه حاجة قصص يعمل كولورياج يزين. أنا مخذلهم شطرنج وقدام والواحد وكل سسمة فما ثلاثة ولا أربع حاجات مع بعضهم يقعدوا يلعبوا بهم في القائلة خير من اللي أنهم يتفرجوا في التلفزيون ولا يتفرجوا في التليفونات. يلا باش نسمعكم إكستري وتقولوا لي من هو هذا الفنان. الفن هذا شنو شكون الفنان فن تطبيق باش ما تخلينيش نجاوب خاطر جاوبت في الاوفر. شكون الفنان؟ علي نصرت خان. علي نصرت فتح هو نصرت فتح علي خان. هذا القوالي اللي هو شكل موسيقي ديني صوفي في جنوب اسيا. نصرت فتح علي خان هو فنان باكستاني عاش ما بين 1948 و 1997. كان واحد من ضيوف مهرجان كارتاج والمهرجان المدينه زاد حافظ خان على تقليد غناء القوالي المستمره في العائله نتاعو منذ 600 سنه ويرجع له الفضل في تقديم الموسيقى ذي الى جمهور العالم كامل بحفلاته في مختلف بلدان الدنيا معروف شعبيا بشاهنشاه القوالي يعني ملك ملوك القوالي. اول اداء ليه قدام الجمهور كان وقت عمره 16 سنه ولا قائد الفرقة في عائلته أو مجموعة القوالي في 71 يعني هو صغير برش. وبطبيعة الحال الفن ذي بعد فما معناه عديد الفنانين في العالم اللي عملوا ميكس مزجوا شوية ما بين الفن ذي وبين الفن الغربي الأوكسيدنتال مع الكونتمبوران. هذا اللي صاير خرج حاجة مزيانة. الموسيقى الكل توا ماشية للغربي ما عندهاش لغة الموسيقى هي لغة واحدة. أنا ساعات نقول راهي ماهيش معمولة هكاك. انا ساعات نفكر نقول علاش الموسيقى مثلا الباكستانيه يلزم تدمج مع الغربي المغربيه مع الغربي المصريه مع الغربي. انا يظهر لي فما خاطر الغربي عنده انتشار اكثر. لا انا يظهر لي زاد نقول امور تجاريه تجاريه لانه المعامل معناها كي تخليه وحده اوتنتيك اكثر معناها يوصل اكثر. اللي تصنع في اللي جيتار وفي اللي بيانو وفي اللي زهرق وفي اللي هم الكل يعملوا في ديزانفيستيسمون باش يخليه العالم الكل يستعمل في الالات هذيك. يظهر لي زاد هذايا موجود لانه الدنيا كلها ولات تمشي للغربي. العالميه زاد مهمه خاطر الراي وعلاش العالميه ما تنجم تكون كي نمشيو للغرب علاش ما نمشيوش تعرف اي على خاطر انت غازي مثلا تاخو سنه 2000 جي ستينغ قال انا نحب نعمل جمله اترانج في غنيتي شاف يشوف مشى يلوج حضر في حفله نتاع راي شاف شاب مامي معناها بالنسبه لي شاب مامي اللي هو معروف معنا على النطاق العربي والعالمي وإي أنكور في الشرق ما كانش معروف برش ولكن باش يوصل للعالمية مسموع زيد لازم اسم عالمي. العالمية شكون حددها العالمية وين؟ يعني ستينغا خاطر فنان عالمي. لا هو أنا سمعتها خدموا ردوا موزيكتهم عالمية فوالا هذيك بوي ضربت هي 2000 وسمعتها في أمريكا. الناس ما في بالهمش فما مامي يعرفوا ستينغ اكثر يعني اللي زامريكان يسمعوا يكونسوميو هو تي اسمه ذاك جملة صغيرة خذاها سنوب دوغ وادرا شكون واحد منهم جملة عبد الحليم يا با وجملة وضربت وضربت فهمتني بالكدا. بربي نحب نرجع على نصرة علي خان وادر اللي تحكيت عليه معناها خاطر هو هرمرة يبدو بالاسم الصحيح نصرة فتح علي خان
هما الأكثر يقولوا علي خان. علي خان كي جاي لتونس يظهر لي جاي بكاشي حكاية 6 ملايين ولا قديه. دونك وقت اللي جاي وبعد ما روح جاي وشوفوا في الوتيل يلقاوه خلص 30 مليون تليفونات. 30 مليون تليفونات على المستوى العالمي. دونك وقتها يعمل في التليفونات. يعني سيد ماهوش في الجو نتاع العرب ولا حاجه مش مشكلته. وخذوه في فيلم امريكي والله متصور ايماجين خدم في ستيونيكون معناها فيلم سمعت موزيكته. وباش نعطيك تضحك شويه وشو السيد هذايا شنو جاي حتما مكتوبه. فما مطربه مره تونسيه فنانه شابه بين القوسين صدقوني في عرس زيت استنى تلقى منيرة حمدي الله يرحمها تغني الله يرحمها. جيت قلت لهم مش نستنى نص ساعة قالوا لها هي جيت انت ديكالي ما بين هكا وهكا وطلعت المرأة معناها ما نجموش نهبطوها توا. قلت لهم يا تهبطوها وإلا تعطيوني الزملين ونص نتاع النص ساعة اللي أنا مش نستناها. تاكسي ريت التاكسي تماركي قاعدة خرجت انا قعدت نبزر قلت لها هذه جديده ما اسمع انا شخصيا معناها ما سمعتش بها المونكا غاني معناها قالت لي انا عندي باش نقعد انا نص ساعه اسمع ما نحبش نقول اسمها خاطر بالحق لا نتجاوز عيب زيد تعمل لها بوس لا عيب معناها تخيل الفن الناس تعرف كيفاش غزروا لها قعدوا بيتين مازال تغني تغني توا وسكسي خد الواحد قالوا لها خويا اش عطيناك عطيناك عربون قالوا له خذوا العربون وبرا ما تضيعش وقتك في ساعه اخلت توا كمل اسرح على روحك. هاي فواهب الواحد يطيح قيمه الفن. شوف انت ايش قلت توا عليه السيد والله حبيته انا فريمون سي حاجه كبيره راه طبعا حاجه كبيره طبعا برشا راه ريفيرونس وذاك الفنان الحقيقي ديما يصرف من مكتوب وما يصورش وقتها ما فماش لا واتساب لا فايبر لا انترنت لا حتى شيء صرفهم في التليفون فكر والو عاد لوتيل عاد المكالمه دقيقه راه يضرب قداش لا هو ديما يطلب باكستان باكستان شكون يسمع على مستوى عالمي ولا يطلب في دول اخرى هذيك بتاع 30 مليون دخلناهم الكاس هو اللي عدي له في الباكستان لا ديما في الكونترا نتاع الغناء الكل اي بلاد تمشي لها ديما ما هو كان بعث جويبره وسلقب يقول لك التليفون ولا 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 سيرفيس راهو لا ينجم يكون مثلا عنده حفلات اخرى في مواعيد اخرى يحكي في بلايص اخرى وبلدان اخرى على ذكر انه شيب مامي موزيكته استعملها في لوك بيسون في فيلم 5 ليمون غنى كيما البارح سالنا نحكيو على السينما الاسبانيه وعلى المودوفار مثلا المودوفار حتى غنايد الجسمي والله ما يسوى في فولفر حتى معناها ميوزيك دو فون في قهوه يظهر لي دونك هي تحكي الممثله مع الممثل سيكونس وهو يبدا يكتشف البقعه على صوت الجسمي هو قبل الكورونا في ايطاليا هو كان غادي عمل حفله في دار الاوبرا صدقني انا تفرجت في الحفله معناها بالحق ذهلت الجسمي اي حسين الجسمي غنى مع الاوركسترا السيمفونيك نتاع ايطاليا ومعاه كلك معناها ميوزيسيان نتاعو اللي هو ديما وليد فايد معاه وليد فايد خويا بريستاسيون اللي عملها طبعا اكيد مني حاجه هما بيدهم انا نتصورهم خاطر هو صوت طبعا حاجه روعه ولا ما يسوى هي غنايه تعملت على ذكر الله يرحمه هو روح احنا توا انا نقول سامي يعرف حسين كان ما يخرجش من بحذانا كان يهبط من الامارات ما يقعد كان في الدار بحذانا على الحلال. يا فما فترة فيك وراجعين.